اسمعوا يا عيالي، أنا بموت. يا أمي لا تقولي كذا، الله يطول في عمرك. أجيب لك طبيب يشوف حالتك. إيش رأيك نجيب لك الطبيب يا أمي؟ أنا حوصيكم وصية قبل لا أموت، ولازم تنفذوها. أبشر يا أمي. أبشر يا أمي. أختكم بثينة. إيش بقى بثينة يا أمي؟ بثينة في عيوننا يا أمي. البيت والفلوس وكله لبثينة. أبشر يا أمي. وصيتك في الحفظ والصون. أبشر يا أمي. الحمد لله، اليوم آخر يوم لعزا الوالد الله يرحمه. الحمد لله، والله الناس ما شاء الله تبارك الله كثيرين اللي جوا في العزا. إذا ما يضايق يا أختي، ترى إن إحنا وحريمنا بنكون عندك في البيت. البيت بيتنا كلنا يا أخواني. أصلاً الشرع ما في شيء زي كذا. الشرع يقول لا وصية في وارث. أمي تركت البيت لأختي الصغيرة بثينة، وإحنا عندها ضيوف. أمي راحت وأنا ما لي بعد الله إلا أنتوا يا أخواني، كلنا البعض. يا حبيبتي أنتي، إحنا أخواتك. أي شيء تبغين إحنا معاكي. زينب وغريبة، ما احترموا أحد ولا احترموا عزاء ولا ظروفه ولا هالموقف، واستمروا تخطيطهم إلا بالعكس صعدوا الموضوع لشيء ما ينتوقع. شفتي أمس كيف كانت تتكلم من طرف خشمها؟ الله ياخذها، عساها تلحق أمها عجوز الغبرة. الحين تحسب نفسها الملكة وإحنا الخدم عندها. كذا ما ينفع، إحنا لازم نشوف حل مع أخوانها زوجي وزوجك يفكونا منها. يو زوجي وزوجك؟ إلا ما يحبون يسمعون عنها شيء يحبونها. أكيد في شيء يهز قلوبهم ويحول هذا الحب لكره. كيف؟ نخليها تحمل. لا يا زينب، البنت عفيفة ومحتشمة وما لها ولا غلطة. مو لازم يا غريبة تحمل، يعني الحمل يجي من رجال. طب وش بتسوين؟ الأهم يا غريبة إنه الناس تشوف بطنها قاعد تكبر. إيه، بدوا يحايلونها، بدوا يلاطفونها ويتعاطفون معها عقب موت أمها كوثر. هي حست بالأمان معهم وبدت ترتاح لهم. وش التصرف معها؟ وش لها الأريحية وهي مرتاحة ومبسوطة معهم؟ ومثل ما قلنا لكم ارتاحت لهم مرة، ألين جت الفرصة المناسبة، جتها زينب بهالخرابيط وقنعتها تاكلها. أم عن طريق أكل معين ولا شيء، المراد إن بثينة كلت خرابيط هالدجال. ما أخذت لها ساعات إلا وبدأ بطنها يتقطع كأن واحد داخل بسكين ويقطعها. ألم وجع قوي في بطن بثينة، وجت تركض لزينب. تكفين بطني يتقطع، وش اللي فيه؟ وش عطيتيني؟ قالت أبد أبد أنا والله ما عطيتك شيء، يمكن فيه إلا بلا إلا ما. شوي خذت لها مدة أنت فخ بطن بثينة، وهنا وقت ينفذون خطتهم. كيف حالك يا حبيبتي بثينة؟ ناقصك شيء؟ لا. طيب يا حبيبتي شوفي، أبغاكي تاكلي صحن الرز هذا وما تخلي فيه ولا حبة عشان صحتك. ما أبغى. أنتي مو تحبي ماما كوثر؟ هي وصتنا. إيش قالت لكم؟ قالت لنا جيبوا الغداء كل يوم لبنتي حبيبتي بثينة ولا تخلوها ولا يوم جوعانة، كذا وصتنا قبل لا تموت. وترى الميت يحس بكلام اللي يحبه. خلاص طيب خليه حاكله.